بمشاركة 26 شركة اختتمت فعاليات معرض التوظيف للباحثين عن فرص العمل التي نظمته لجنة شباب الأعمال في غرفة صناعة حلب تحت عنوان العلم والعمل. هدف المساعدة على تأمين فرص العمل الكريمة للأخوة الطلاب المتخرجين من الجامعات أو المعاهد أو الذين يبحثون عن فرصة عمل، فنحن بندعو الجميع لزيارة هذا المعرض اللي راح يستمر 3 أيام طبعاً، ونحن بنتشكر لجنة شباب الأعمال بغرفة الصناعة اللي نظمت هذا المعرض. نحن بحاجة إلى العمالة الشابة والمهنية والكفوءة، ونحن مندربها، في عنا تدريب بغرفة الصناعة مستمر، نحن مندربها أو مندربها داخل المنشآت، وبنتمنى لهم التوفيق وإن شاء الله كل شيء لقدام لخير هذا البلد، لنساعد هذا الشباب يلاقي فرص عمل كريمة. في عدة محاضرات رح تقام بأثناء المعرض لعدة شركات. اليو إن دي بي عملت 3 محاضرات عن الريادة أثناء الأزمات، في الأبجدية كمان عملة محاضرة، في جولدن دولفين عاملين محاضرة عن التسويق الإلكتروني، كله واليو إن دي بي عن فرص العمل والسي في. المعرض استمر لمدة 3 أيام وتضمن عروضا لفرص عمل مختلفة عبر إيجاد فرص للخريجين الشباب. المعرض في له تقييم بعد المعرض، حتى مثل ما ذكرت انه في شركات، انا مثل ما سمعت انه لازمها حوالي 200 ل 250 موظف من كل الفئات من كل القطاعات، فنحن بنتمنى من كل من يرغب بانه يقدم سي في او يقدم لاي شركه التواجد بغرفه الصناعه خلال هذه 3 ايام. مشروعنا مشروع مركز تمكين الشباب هو لتعزيز قابليه التوظيف، فلذلك نحن مشاركين بمعرض التوظيف. الأعمار اللي عم نستهدفها هي من 18 لل 45 اللي حابين يطوروا حالهم ونقدر يسجلوا عنا لنشبكهم بفرص العمل اللي هن بيحتاجوها. نحن بنتواصل مع المستفيدين ومع أرباب العمل والبرايفت سيكتور، بننسق بيناتهم ونعمل تشبيك. عنا هلا في أقرب فرصة 250 فرصة عمل خلال شهر، محتاجين بكافة الأقسام والخبرات بالمجال السياحي، عشان هيك نحن شاركنا. هدف المعرض هو تمكين الشباب واستقطاب اليد العاملة ذات الخبرة العلمية ودمجها في سوق العمل من خلال تقديم فرص مهنية علمية في عدة مجالات.